السلام عليكم ومرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد التحليه اللي كتجي اكثر من رائعه ولذيذه وسهله في التحضير، وتقدري تقدميها للضيوف ديالك. يلا معايا نشوفوا المقادير اللي غتظهر في الشاشه وطريقه التحضير. هنا عندي الماء اللي غادي نعملو في الكاسرونه مع الزبده، ونضع الملح والسكر فوق النار ونخليهم حتى يغليو، وغادي نضيف عليهم الدقيق. انا كنأكد نخلي حتى تغلي الزبده مع الماء ونضيف عليهم الدقيق. من بعد ملي غنشوف العجين كيتجمع لنا بهذا الشكل هذا، غنزولوها من فوق النار ونحركو كما راكم كتشوفوا. من بعد ونرجعوها فوق النار هادئه حتى تنشف لينا شيئا ما العجين، ونعملوها في واحد زلافه كبيره ونبردوها بهذه الطريقه. وهنا عندي اربعه البيضات، غادي نضيف بالوحده ونحرك. من بعد غادي نعمل الثانيه ونحرك، الثالثه ونحرك، الرابعه ونحرك. حتى نحصلوا على هذا القوام. من بعد انا نعمل العجين ديالي في بوش باتيسيير بحال هكا، وغنعملهم. انا عندي هنا هاد السيليكون اللي فيه دوائر، تقدروا انتم تعملوها في بابي كويسون وترسموا الدوائر. من بعد نعمل الشوكة ونعمل الماء ونضغط على الراس ديالهم بهذه الطريقة، وندخلهم الفران اللي غيكون عندي من قبل مسخن على 180 درجة لمدة 35 دقيقة كما راكم كتشوفوا هاوما، وما تحلوش الفران نهائيا حتى يكمل التوقيت ديالو 35 دقيقة. من بعد انا غادي نشكلهم، غنفتحهم بالموس وغادي نعمل في وسطهم لاغلاس اللي عندي انا واجد لتحت، غادي نشدهم باش ما يبقاوش يتحركوا لا كريم شانتيي. وغادي نوضع الكره الاولى اللي عندكم السطعه ديالكم اللي موجود. انا عملت الكره الاولى بسيترون فريز والقهوه، وغنوضع عليهم الشابو ديالهم. ومن فوق درت ليهم الشوكولا اللي ذوبتها في بان ماري، وعملت جنبهم لا كريم شانتيي، ومن فوق بودره ديال الشوكولا. وبالصحه والراحه، كنتمنى الى عجبكم الفيديو تعملوا جيم تشتركوا، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.